احنا في المعارض الدولية المنتجات المصرية مرغوبة جدا. اغلب اللطقم العربي اللي بتطلع في التلفزيون دي بتبقى شغلنا. من زمان وانا بشتغل شغلة العرب النجارة دي، يعني عن الوالد، نعتبر ان هي عن الوالد، بس ما كناش متخصصين في العربي، كنا متخصصين في الصالون. مع الوقت وكده حبيت الشغل العربي واشتغلت فيه. الارابيسك ذوقها حلو ومستوى الشغل بيبقى جميل وفي تطعيم بالصدف، فمجالها مش وحش. الاطقم العربي اللي هي بتاعت مسلسل الليالي الحلميه ومسلسل الثعلب والحاجات دي كلها، كان عندنا واحد بتاع اكسسوار بياخد الشغل بتاعنا ده كله ويحطه في المسلسلات. فاغلب اللطقم العربي اللي بتطلع في التلفزيون دي بتبقى شغلنا. انا اسستها واحتجت مكان، جبت مكان حطيته في مكان تاني بشتغل عليه وباجي هنا بقبل من الشغل. مهنة العربي فيها فنيات كتير، مش شرط الارابيسك بس، اللي هو شغل الرباط، الرباط الجماعي اللي زي كده، ده شغل اسمه شغل رباط، ده اللي احنا غويناه شويه، ده فني شويه. انا كنت بنعمل شغلنا في معارض، مثلا في معارض بتاخد مننا الشغل لما يتباع ناخد حقه، او كنا بنفرش في كايرو فيستيفال تبع كريتيف ايجيبت، بنشطب الشغل وبنوديه وبنعرضه في المعارض ديت. في اطقم بيبقى مقاسها كبير، 4 وكنبه و3 ترابيزات، في طقم صغير كنبه وكرسيين، في برفانات، في ترابيزات بقى اشكال كتير، في ترابيزه مسدسه، ترابيزه متمنه، يعني في كرسي انا عامله مثلا بثلاث رجلين، هو شكله ملفت وحلو ومريح في القعده وشغال كويس معاه. زبائن كتير بتيجي مختلفه، ناس من الزمالك، ناس تانيه من الشروق، مودي شغل الشروق، يعني في زبائن مختلفه كتير. في ناس ما بتصدق تشوف الشغل دوت وبيعجبها، وهي دي اللي احنا بنعرف نشتغل معاها. احنا بنتمنى ان حد يكون عايز يتعلم نعلمه، فهو ده كان الامل، ان السبب بيطلع يتعلم بعد كده بيطلع منهم اللي غاوي بيكمل. شغل الارابيسك احنا في المعارض الدوليه المنتجات المصريه مرغوبه جدا وعليها طلب جميل قوي. من ناحيه المنتجات الجلديه انا اشتركت قبل كده في معرض في جده، المنتجات الجلديه حلوه قوي، والقطنيه والارابيسك والصدف، الشغل ده هم بيحبوه قوي وبيبقى عليه قابليه كويسه. احنا لغايه دلوقتي لاخر نفس مكملين فيها، ما تقلقيش، بس هي المشكله ان احنا يعني يا ريت حد يكون عايز يتعلم ويكمل. هو الشغل هي مهنه اصلا، يعني مش مجهود قوي على قد ما الناس فاهمه، على قد ما هي حرفه. احنا بنشتغل بسلاح، الواحد عمره ما يغلب السلاح، لكن انت تعرف تغلب السلاح.